يذهب يوم القيامة ويخلد فيه هؤلاء فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين. قولوا معي بأجمعكم رحمه الله. اللهم إني نويت أن أصلي على هذه الجنازة الحاضرة 5 تكبيرات كفاية لله تعالى مستقبلا القبلة الشريفة ومقتديا بالقرآن الكريم ومهتديا بالأئمة.